يسعد صباحكم. اذا لا سمح الله اتهمتوا انه عندكم غضاريف او ديسك، في هاي الحاله لاثبات البراءه والخروج من المحكمه وانتم منتصرين لازم تعملوا الخطوات هذه. اول خطوه اللي هي التمارين والحركات العلاجيه، و90% من التمارين المقترحه والحركات العلاجيه اللي هي هاي الحركه البسيطه فقط، نوضع ايدينا على اسفل الظهر ونعمل حركه الانحناء للخلف شوي شوي، ونعيد التكرار 10 مرات كل ساعة، ونفس الحركة نعملها واحنا نايمين على بطننا ونرفع حالنا شوي شوي. هذه 90% من الحركات، هذه الحركة كتمارين. الزيوت كدهن على منطقة اسفل الظهر، و90% من الحالات زيت الزيتون بيكون كفاية، بتسخن شوية بنحط على منطقة أسفل الظهر على العضلات الكمثرية، بندهن بحركات عميقة اللي نعمل ارتخاء لهاي الكتلة العضلية الكبيرة. هذا بالنسبة للدهن والحركة والشغلة الثانية. الشيء الثالث الكمادات. في الحالة الصعبة لما يكون في آلام بستخدم كمادات مياه باردة، ممكن أسويها أفضل شيء مية وخل وتفاح، وبلل فوطة وحطها على الظهر، مياه باردة من الثلاجة، هذا حيخفف الألم وحيساعد في عملية الالتئام. الحالات المزمنة اللي بدها صلى فترة وبدها تعمل حركات وتلين، تستخدم المياه الساخنة أو المياه الفاترة أو الكرب الساخنة أو الكرب الكهربائية الساخنة على منطقة الظهر قبل ما أسوي التمارين أو الحركات 2 لـ3 في اليوم. الشغلة الرابعة الوضعيات. 90% من الوضعيات اللي لازم نتجنبها ونعملها بحذر اللي هي الانحناء للأمام والقاعدة الخاطئة أثناء العمل المكتبي. هذه الوضعيتين إذا التزمنا فيها وحاولنا نحني وإحنا مستقيمين ونحافظ على قاعدتنا بحيث إنه واحنا قاعدين على الكرسي نكون محافظين على الانحناء اللوردوزيس هاد في اسفل الظهر، يعني هذا الانحناء يكون مستقيم، ونحط مسند او رول ورا ظهرنا ونخلي ايدينا مسندات ونرفع ركبتنا وراسنا باتجاه مستقيم. هاي وضعيات الوقاية عارفينها ولازم نتوقعها. اخر شيء بضل موضوع النوم والاجراءات قبل موعد النوم. النوم لمرضى ألم الظهر، يا بيكون على الظهر في وضع مخدة تحت الركبة، وضع مخدة كويسة تحت الرقبة تثبت الرقبة. إذا في ألم حادة بعمل هيك زي رول ارتفاع 2-3-4 سم وبحطه أسفل الظهر وأنا نايم. رفعت الركبة شوية، إني أحط مخدتين تحت مفصل الركبة وأنا نايم على ظهري، هذا كمان حيخفف كتير لأنه حيرخي العضلات الباطنية وعضلات الظهر. بس هي الوضعية بتضلنا نغير وضعياتنا أثناء النوم، فالأفضل إن نجيب مخدة طويلة ونحطها بين كتافنا وبين ركبنا وإحنا نايمين على جانبنا اليمين أو الشمال، الجنب اللي بريحكم. بدلوا في الحركات، وإذا في أثناء الليل شعرنا في الألام بنكون بنوقف بنلف حوالين التخت شوية أو في البيت بنحط إيدينا بنعمل التمارين هاي الحركات هاي لورا وبنرجع ننام وإحنا مرتاحين من الآلام. هذه الخطوات البسيطة مشي عليها الآلاف أتعافوا وحصلوا على سكوك البراءة. أنا بسمع البراءة هذه كل يوم 10-15 مرة من ساعة الصبح، فقط من الصبح، فبستنى إنكم أنتوا تودوا لي سكوك البراءة تاعكم بعد عمل هاي الإجراءات البسيطة البيتية. الموضوع باخذ من 2 لـ3 أسابيع أقصى حد للانتهاء الكامل إن شاء الله، فقط بدها شوية ضغط ومتابعة، بس البراءة مضمونة. تابعوني، حياكم الله، تحياتي. إن شاء الله طيب، كيف حالك؟ نعلك بخير. معك آدم سوداني، عندي آلام في الظهر ودار تحكي لي إن أنا متهمنا بالغضاريف، وإنت قلت في زي الزيتون وفي شنو ما عارف الخلطة كيف اللي بتعملها، ممكن ترسل لي التفاصيل هاي؟ ديك العافية، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور محمود، يا هلا بك، كيف حالك؟ نعلك بخير طيب.
معك سوداني آدم جمعة، سوداني مقيم بالسعودية. يا هلا بيك ومرحب بيك والله. السنة المضت كنت منعاني من وجع ظهر والحمد لله انت ارشدتني عن العلاج، قلت لي الكبار وزيت الزيتون البكر وكده والسمغ العربي والله يجزيك خير وبارك الله فيك. والله العلاج هذا نفعني الحمد لله. على كل حال نحمد الله ونكون من الشاكرين، الحمد لله بخير والله. الله يجزيك خير وبارك الله فيك.